السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي طلبة التاني الإعدادي. هنكمل مع بعض شرح Grammar Unit 1. النهاردة هنتكلم عن Present Simple Tense. يعني إيه Present Simple؟ يعني مضارع بسيط. مضارع بسيط دوت بيعبر عن عادات متكررة أنا بعملها، بيعبر عن حقائق علمية، بيعبر عن صفات شخصية. فإحنا هنتكلم عن أول حاجة العادات المتكررة أو الروتين، لأن اليونت من الأول بيتكلم عن الروتين والحاجات اللي أنا بعملها بصفة مستمرة. طيب، وعشان بتكلم على روتين يعني حاجات بتتكرر، فهستعمل حاجة اسمها adverbs of frequency أو ظروف التكرار. عندنا خمسة مهمين جدا اللي هم، بص مع بعض، عندنا always، usually، often، sometimes، never. always يعني الفعل ده بيتكرر دايما، every day. usually عادة، often أقل شوية غالبا، sometimes أحيانا يعني from time to time، وعندنا مش بيحصل خالص يعني never. طيب الكلمات دي بتيجي في انهي مكان في الجملة؟ تعالوا ناخد مثالين. المثال الاول بيقول my cousins sometimes text me، يعني ابناء عمي احيانا بيرسلوا الي رسالات نصية. ادي الفاعل اهو، وهنا في sometimes الكلمة بتاعتنا دي، وبعدين جبنا الفعل الرئيسي اللي في الجملة. حلو كده. طيب لو احنا عندنا جملة تانية ما فيهاش فعل عادي زي ده، بس فيها verb to be، يعني am او is او are. فاحنا مش هينفع نجيب am و is و are بعد الكيوردز دي، فهنجيب قبلها، هنجيب am و is و are اللي هو verb to be قبلها. يبقى we are never late for school، يعني احنا عمرنا ما تأخرنا عن المدرسة. بيجي في سؤال صحح الغلطة بيعمل الآتي، انه بيشقلب لك مكان دول، يعني مثلا بدل sometimes text يقول text sometimes وصحح الغلطة. يبقى ايه المفروض نعمله؟ ان احنا نرجع كل واحدة في مكانها. تاني، الكيوردز دي بتيجي قبل الفعل العادي وبعد verb to be. تاني، بتيجي قبل الفعل العادي وبعد verb to be. طيب انا عشان اسأل عن ظروف التكرار دي، يعني الفعل بيتكرر كم مرة، فهقول السؤال الاتي، هقول how often. how often يعني ايه؟ يعني كم مرة، كم مرة. وطبعا عندنا المساعد مين؟ do و does. ينفع سؤال من غير مساعد؟ لا، السؤال ده بالظبط عامل زي القطر. مين راكب في اول عربية على طول؟ السواق المهم خالص اللي هو اداة الاستفهام. لازم مع السواق بتاع القطر في عندي مساعد. طب المساعد في المضارع البسيط ايه هو؟ do او does. يبقى نقول تاني، المساعد بعد how often لازم يكون do او does. طيب وبعد كده الفاعل، وهاتي مصدر الفعل. يبقى طالما do does موجودين حبايبي، لازم اجيب الفعل فين؟ في المصدر. لو انا هنا هتكلم عن الروتين اليومي بتاعي، my daily routine، الحاجات اللي انا بعملها يوميا، فانا هستعمل المضارع البسيط. طب تعالوا نقول كده كذا مثال. بيقولك I live in a large flat، انا عايش في شقة كبيرة. in a not of flats، in ايه بقى؟ فاكرين كلمة block؟ برافو عليكم. in a block of flats. تعالوا ناخد كمان جملة. بيقولك I get up early and wash my، انا بصحى بدري. ناخد بالنا مع I، انا جايبة الفعل هنا بدون اي اضافات. I get up early and، في and برضو الفعل اللي بعده يكون من غير اضافات. طب وبغسل ايه؟ بغسل ماي. اني واحدة في دول تنفع حبايبي؟ and wash my
face. Bravo. Number 3. I not help my brother and sister to do the homework. بساعد اختي واخويا عشان يعملوا الواجب. homework يجي معاه الفعل do. طيب هناخد انهي فعل من هنا؟ هنا مش عايزين افعال، احنا عايزينها keyword. هناخد كلمة sometimes، يعني انا sometimes، انا احيانا بساعد اختي واخويا في عمل الهومورك. يبقى احنا كده في الروتين اليومي بتاعنا بنعمل رقم 1، هنحكي ان احنا عايشين في large flat، يعني in a block of flats، في عمارة سكنية كبيرة. اول ما بصحى الصبح بغسل وشي، وكمان احيانا بساعد اخويا واختي في الواجب. رقم 4، number 4. I not a room with my sister. انا اشارك الغرفة مع اختي. اشارك الغرفة مع مين؟ مع اختي. طب يعني ايه اشارك؟ share. I share a room، اشارك الغرفة، with، مع my sister. رقم 5 في الروتين بتاعي، when I get home. هنلاحظ يا حبايبي ان بعد I على طول الفعل من غير اضافات. عندما اصل الى المنزل، get home، مفيش هنا حرف جر، مفيش حاجة اسمها اصل الى المنزل، يعني هي معناها اصل الى المنزل بس هنا مفيش حرف جر. home من الحاجات اللي بيجيش قبلها حرف جر. when I get home from school، لما بوصل المدرسة، اوصل البيت راجع من المدرسة. I eat the chickens. بنعمل ايه في الفراخة؟ I eat. I feed. برافو. ناخد feed دي هنحطها هنا. Number 6. I go to، وفي هنا space، at 10 PM. PM يعني مساء. صباحا اللي هو يا حبايبي ايه؟ AM. طيب ف I go to I go to bed. I go to bed معناها اذهب الى النوم الساعة 10. دلوقتي هنحل examples، امثال على المضارع البسيط. اول واحدة بيقول مريم often not TV in bed. غالبا تشاهد التلفاز في السرير. يبقى احنا عندنا مريم هنا ايه حبايبي؟ مريم دي اللي هي شي، صح كده؟ احنا قلنا ان هي وشي وايت يجي وراهم فعل اخره ايه؟ اخره اس. برافو. طب اني فعل هنا اخره اس؟ واتشز. يبقى هنختار واتشز. حمدي نوت درينك كوفي فور بريكفاست. لقينا مصدر يبقى هندور قبليه على مين؟ دونت او دازنت. طب حمدي هياخد مين؟ هياخد doesn't. برافو. لان عند النفي هي وشي وايت ياخدوا doesn't. not does دينا get to school، فقال لي باي باص. طالما قال لي وسيله المواصلات يبقى انا هسال ازاي راحت المدرسه. يبقى ازاي اللي هي كيف، يبقى هنختار كلمه how. my cousins not text me، they text me every day، يعني بيبعتوا لي كل يوم. يبقى طالما كل يوم يبقى always. I not my homework before I have my dinner. I ايه؟ دي اللي احنا قلنا عليها بقى، ان احنا بيبقى عندنا الكيورد قبل الفعل العادي. يبقى I usually do ولا usually does. طبعا كل الحاجات اللي فيها does هنستبعدها لان I مش بيجي معها does خالص. يبقى احنا usually do ولا do usually. برافو عليكم، احنا عندنا الكيورد تيجي قبل الفعل العادي يبقى usually do. الجملة اللي بعد كده not you. لقينا هنا you يا حبايبي، you في السؤال تاخد do ولا does؟ ها هتاخد ايه؟ هتاخد do. برافو عليكم. not Mr. Brown. Mr. Brown work on Sundays. مستر براون ده اللي هو ايه؟ اللي هو هي. طيب هي يجي معاها دو ولا داز؟ داز. برافو عليكم. حاجة تانية ان هو هنا في الاجابة عمل لي داز، يبقى اكيد كان في السؤال ايه؟ داز برضو. they always they يجي وراها فعل من غير اضافات، يبقى make على طول.
How not do you go to school? بيقول لك 5 times a week. هنا جاب لي عدد المرات يا حبايبي، يبقى انا هسال كم مره، يعني ايه كم مره؟ How often. Not ready for the exam. قال له yes I am. على طول يا حبايبي I am في الإجابة تبقى are you في السؤال. ممتازين. تاني I am في الإجابة تبقى are you في السؤال. They not talk at the classroom to listen carefully. ده هم عايزين يسمعوا ايه؟ يسمعوا كويس. يبقى هيتكلموا ولا مش هيتكلموا؟ مش هيتكلموا. طيب زي يجي وراها don't ولا doesn't؟ don't طبعا. Do you get up early every day؟ بتصحى بدري كل يوم؟ Yes I. ها طالما سألت بدو اجاوب بايه؟ اجاوب بدو. دلوقتي هننتقل لنوع تاني من التدريبات وهو صحح الغلط. Read and correct the underlined words. يعني صحح الكلمات اللي تحتها خط. طبعا هنا always don't نفس الفكرة اللي احنا قلنا عنها ان هو مغير اماكن الكلمات، يعني المفروض اني always بتيجي قبل الفعل الرئيسي. فين الفعل الرئيسي؟ احنا قلنا اللي هو get up. always هتيجي فين بقى؟ هتيجي هنا في النص، يعني بدل always don't هتبقى don't always. الجملة التانية what does you؟ هي يو يا جماعة بتاخد does؟ لا بتاخد do. طيب I often listen to music. I ما يجيش معاها فعل اخره اس. often I often listen من غير اس. اتفقنا؟ do مريم do. طب مريم دي اللي هي she صح كده؟ مريم دي اللي هي ايه؟ she. she عفوا. يبقى she بيجي معاها do ولا does يا حبايبي؟ does. يبقى does مريم. what exercises do you برضو هنا هيجي، احنا اتفقنا بعد do و does يجي مصدر، هنشيل ال ing دي وتبقى do بس. يبقى what exercises do you do؟ يلا نقولهم من فوق تاني بسرعة. you هنغير الأماكن دي، بدل always don't هنخليها don't always. what does you؟ قلنا you ما بتاخدش does بتاخد do، تبقى what do you؟ هنمسح ال es. I often. I يا جماعة يجيش بعدها فعل فيه s، هنشيل ال s تبقى I often listen. مريم اللي هي شي بدل دو هيجي معها داز. What exercises do you do؟ هنشيل ال ing. I نفس الحكاية، في هنا play و sometimes هنغير الأماكن. لإيه؟ لأن sometimes بتيجي قبل الفعل الرئيسي، يبقى I sometimes play. Does he like kosher؟ طبعا سألت بداز يبقى أجاوب بإيه؟ أجاوب بداز. برافو. في هنا yes يبقى أحط داز. طب لو في no هنحط doesn't. She always gets up early at the weekend. تصحى بدري في عطلة نهاية الأسبوع. She always gets up at 3 p.m. طب هي 3 p.m. دي يا جماعة تبقى early؟ 3 p.m. دي يعني العصر. يبقى she never مكان always هشيل always وحط never. هي عمرها ما بتصحى بدري. What time do your first lesson؟ your first lesson يعني الحصة الأولى اللي هي it. طيب it يجي معاها do ولا does؟ يجي معاها does. اتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. لو في اي صعوبة او في جمل لقيتوها في اي مكان تاني مش عارفين تحلوها ابعتها له في الكومنتس. شكرا لحسن استماعكم، كان معاكم فاطمة البنا، والى اللقاء في درس جديد.